السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 3 دقائق النهاردة هنبص على ملامح الاستراتيجية اللي بيستخدمها أردوغان في جولة الإعادة. أول ركن في هذه الاستراتيجية إنه بيرفع الروح المعنوية لفريقه والأنصار والناخبين. عمل كده من ليلة الانتخابات لما طلع في شرفة المقر الرئيسي للحزب الساعة 2 بالليل وخطب في عشرات الألوف من مؤيديه اللي كانوا متجمعين حوالين المقر. أردوغان عمل خطاب حماسي احتفل فيه بفوزهم في البرلمان واتكلم عن تقدمه بفارق كبير عن كمال كليتشدار أوغلو المنافس. أردوغان كمل على هذا النسق في كل حوار في كل خطاب بيفكر الناس انه متقدم على كمال كليتشدار اوغلو ب 2.5 مليون صوت، ودايما بيتحدث وكانه حقق انتصار. وزي ما اردوغان بيرفع الروح المعنويه لانصاره بيحاول يكسر في الروح المعنويه للمعسكر المنافس بطرق متعدده، منها التساؤل عن فائده التحالف. حزب الشعب الجمهوري خسر مقاعد في البرلمان لصالح الاحزاب المتحالفه، ودي رساله بتلاقي صدى كبير في صفوف المعارضه، علشان الناس حاسة أنصار الحزب المعارض إن هم اتسرقت منهم مقاعدهم. أيضا حملة أردوغان بتروج بصورة غير مباشرة للفيديوهات اللي بعض الصحفيين والإعلاميين المحسوبين على المعارضة بينتقدوا فيها بقوة كمال كليتشدار أوغلو وحملته. فمؤيدي كليتشدار أوغلو بيسمعوا الانتقادات من مين؟ من ناس هي بتحبها وبتثق فيها. حاجة أخرى بيعملها حملة أردوغان بتروج للفيديوهات اللي جايبة مواطنين انتخبوا كمال كليتشدار أوغلو وبعدين شعروا بالندم وناويين ان هم يقطعوا الانتخابات او ينتخبوا اردوغان ويشرحوا اسباب تبدو منطقيه وجذابه. الركن الثالث في استراتيجيه اردوغان هو التركيز على اخطاء المعارضه واخطاء كمال كليتشدار اوغلو، وهي كثيره. يعني الاهانات اللي وجهوها للناس اللي ما انتخبوهمش وقالوا عليهم جهله. هجومهم على اهالي مناطق الزلازل ان اغلبيتهم انتخبوا اردوغان. قيام بعض البلديات اللي بتديرها المعارضه بطرد اهالي مناطق الزلازل من الفنادق والمساكن التابعه ليهم عشان هم انتخبوا اردوغان وحزبه. اردوغان وحملته مش بس هجموا التصرفات دي، لا كمان روجوا بقى لفيديوهات انسانيه مؤثره لاهالي المناطق دي وهم زي متاثرين بعملته المعارضه. ما اكتفوش بده، مسؤولين من الحكومه نزلوا وزاروا الناس وتواجدوا وسطهم، واردوغان بنفسه قال ان هو هيزور مناطق الزلازل وهيقضي معاهم 3 ايام في الاسبوع القادم. هو هنا بيعمل ايه؟ بيعمل مفارقه، بيعمل تمايز شديد من حد بيهتم بالناس وشكواهم ومن حد بيستعلي على الناس. واتوقع ان هذه الرساله مش بس هتجيب اثر عند اهالي مناطق الزلازل، لا ممكن جدا تزيد تعاطف الشارع مع اردوغان وتزيد من غضب الشارع على المعارضه. ركن اخر من اركان استراتيجيه اردوغان هو التمسك بالكتله الصلبه اللي مؤيداه. هو حريص انه يتكلم معاهم وانه يشكرهم. عارف ان لو اللي انتخبوه في الجوله الاولى انتخبوه كلهم في الجوله الثانيه غالبا هيفوز بالانتخابات، لان نسبه التصويت في الثانيه هتكون اقل، لان بعض مؤيدي المرشحين الاخرين هيمتنعوا. وبرضه الجوله الاولى كان فيها انتخابات برلمانيه وده كان بيخلي ناس كتير تروح عشان تؤيد مرشحي البرلمان. الركن الاخير في استراتيجيه اردوغان هو ربط حزب الشعب الجمهوري بالانفصاليين الاكراد، وده ملف حساس جدا عند شريحه كبيره من الاتراك خاصه القوميين. بالمناسبه دي حزب الشعب عنده اشكاليه، هو ازاي عاجز يجذب اصوات القوميين وخاصه المتطرفين اللي ايدوا سنان اوغان اللي حصل على 5.2% وهو في نفس الوقت متحالف مع الانفصاليين الاكراد. كمال كليتشدار اوغلو هيلتقي النهارده مع سنان اوغان المرشح القومي المتطرف وهيقابل رئيس حزبه وميت اوداغ النهارده العصر. وفي كلام ان هم هيعرضوا عليهم وزاره الهجره عشان سنان اوغان بقى يعمل اللي هو عايزه في اللاجئين. في نفس الوقت اردوغان وحملته تجاهلوا تماما مطالب سنان اوغان وقالوا احنا لا نقبل المساومات. ايه اللي هيحصل في اجتماع النهارده وهل هيكون له اثره على الانتخابات؟ تابعونا بكره في 3 دقائق جديد.